لي انت يا شام شلي شخص طلب عنك احكي حيطان العتيقة محشور عليها اسمي ام الفنون والادب والشعر هون عنا كتاب تاريخ بيحكي عن امجاد يلي بتبقى ذكرى بالماضي زرعنا بزرت مع حبيبي ارضى برك اليوم عنا بترضى مرمر زماني يا زماني مرمر شوهوا معاني الفرحة بس املنا عم يكبر بالريشة والمايك والضحكة الحلوة البريئة بايدينا سوا بتعمر بضعة من المنتسين خرجوا ليحرقوا ويدمروا بلادنا يحرقوها ساعدتهم دول الاستعمار وأمدوهم بالعدة والعتاد بالعدة والعتاد ثم هبوا بعد أن قيل لهم هبوا ونشروا الرعب والخوف في قلوب الأبرياء الأبرياء رغم ذلك وعدهم قائد الوطن بالإصلاحات والعفو عنهم بالروح بالدم لكنهم أصروا على الإرهاب وترويع المواطنين واتهموا سيادته بأفعال هو بريء منها عظيم يا قائد الوطن الدكتور القائد المفدى الرئيس بشار حافظ الأسد كويس بس يلي حواليه حلقة مرمر زماني لليوم رح تكون استثنائية وضيوفها كمان استثنائيين جداً حلقتنا لليوم خصصناها لنحكي عن المسرح وبالتحديد عن فرقة خطوة الفنية يلي بلشت نشاطاتها من حلب وقت بلشت الثورة طلعوا من سوريا بسبب القصف اللي تعرضت له المناطق يلي بيسكنوا فيها واتجهوا على اسطنبول ورجعوا التموا وتعرفوا على شباب جداد ليرجعوا يعيدوا تكوين الفرقة ويبلشوا من جديد من اسطنبول الشباب هلأ ناطرينا لنتعرف عليهم وندردش معهم أكثر ونستعرض شوية من أعمالهم يوسف بكر العمر 21 سنة من حلب طالب أدب عربي بجامعة حلب ومؤسس فرقة خطوة الفنية وصل على اسطنبول والتقى بشباب الفرقة وبعدها تعرف على شاهين شريكو ورجع يأسس الفرقة من جديد سيوار عمر 22 سنة من حلب خريج معهد تربية فنية ورفيقه ليوسف من أيام الدراسة وصل على تركيا من 4 شهور وتواصل مع يوسف وحب يكون عضو بفرقة خطوة الفنية محمود بكر 25 سنة من حلب قريبه ليوسف وكان يشتغل خياطة بسوريا وصل من سنة ونص على اسطنبول وكفى عمله بالخياطة كان عضو بفرقة خطوة من حلب وكان يتابع أعمال الفرقة وبلش شغل مع الفرقة من جديد شاهين 24 سنة من حلب طالب جامعي بسوريا تعرف على يوسف عن طريق شاب الفرقة باسطنبول وهو كاتب وممثل وشاعر صلاح بكر 20 سنة من حلب طالب جامعي وأخوه ليوسف وقت تأسست الفرقة كان موجود وهو حالياً مخرج ومصور بالفرقة طموحي ومشروعي بسوريا أنه شارك أول شيء بالمسرح من صغري أنا بحلم أني أدخل مجال التمثيل أو بالفن بشكل عام عندي كتير أهداف وأهمها طبعاً هي التمثيل
حابب اوصل لمرحله معينه من الشغل اللي انا بشتغله مثلا كتمثيل او كفن بشكل عام، تكون مرحله اقل شيء من الشيء اللي انا طامح له، ما يكون ادنى من ذلك. يعني كنت احب الكتابه كثير، طبعا التمثيل كمان. بالاساس كنت مشروع حابب ان يكون مشروع شاعر، طبعا شاعر وكاتب، فبسبب الظروف اضطرينا نجي لهون. والله وقت كنت بسوريا يعني كان مشروعي طموحي اني مثل كل العالم اتخرج وادرس، يعني مثلي ايش ما يطلع لي بالجامعه وبالهذا ادرس واتوظف. بس كان لي جانب معين، يعني جانب خاص فيني احبه، يعني او هوايه معينه اللي هي الرسم والتصوير. كان مشروعي اني ادرس الادب الانجليزي وبنفس الوقت انه اشتغل معه شيء اللي بحبه اللي هو الاخراج والتصوير والشغل بالافلام القصيره. نحن بسوريا قبل الثورة، قبل ما نأسس الفرقة كمان، أنا كنت أشتغل بالمسرح، اشتغلت حوالي 6 مسرحيات، شيء تابع للجامعة أو تابع لأشياء تانية. بعد ما صارت الثورة يعني أغلب الأحمال اللي كانوا يشتغلوها عنا بحلب، يعني فيك تقول بصراحة أنه كانت تشبيحية أو كانت مؤيدة للنظام، فنحن كشباب ثوري رفضنا هالشيء، ما وافقنا انه نشارك بتشبيح يلي كان تشبيح فني. فقررنا نأسس فرقه، طرحت موضوع الفرقه على الشباب لانه كنت بعرف شباب كان في حدا بيحب التصوير، كان في حدا بيحب التمثيل، كان في حدا بيحب الاخراج يعني. فاجتمعنا وطرحت علينا هالموضوع، الكل وافق طبعا. اسسنا الفرقه وقتها بتاريخ 10/10 2012 وبلشنا نشتغل بحلب. بعد ما طلعت من سوريا طلعت على العراق، ضليت هنيك شغلة 8 شهور اشتغلت. بعد سمعت انه يوسف طلع على اسطنبول على تركيا، انه عم بيأسس فرقة، رجع عم بيأسس الفرقة من جديد باسطنبول. قلت له انا جاي لعندك، وصلت على اسطنبول ضليت شغلة شهر حتى حسنت حالي شوي، بعدين دخلت معهم على الفرقة، رجعنا بلشنا من اول جديد. ادعي يا اخي، ادعي وانا بأمين. يا رب، يا الله، يا الله، يا رب، يا رب، احمي الثوار والاحرار بكل مكان. امين يا رب، يا رب، يا رب، احمي اطفالنا ونسائنا وشبابنا وشيوخنا من كل سوء. آمين يا رب، يا رب، أنك تمهل ولا تهمل. يا الله، يا رب، يا الله، خذ الظالمين أخذ عزيز المقتدر. يا الله، يا رب، يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، تخلص الثورة بقى ونخلص من هالدم. لك شو تخلص؟ ما تخلص لك واحد، الله ابن الحلال، قلت لك ادعيلنا مو ادعي علينا. أنا قصدي يا رب تنصر الثورة. لك شو تنتصر؟ ما تنتصر؟ الله حسن. شي؟ ليش أنت ما بدك إياها تنتصر؟ لك مو ما بدي إياها تنتصر. إيه لكن؟ يا الله شلون دفعت مي هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس. خيو اسمع وركز. تفضل. هلا إذا انتصرت الثورة معناها شو؟ شو؟ معناها خلصت. وإذا خلصت معناها شو؟ شو؟ معناها انتهت. وإذا انتهت معناها شو يا حزرات؟ شو؟ معناها انتهينا. لكن احنا الثورة والثورة منا وفينا. ايه والمعنى؟ المعنى انه لازم الثورة تعيش لحتى نحن نعيش، ولازم نحن نعيش لحتى الثورة تعيش.
هالمرة أنا رح أدعي وأنت أمن. يا رب يا الله يا الله يا سامع الأصوات ومجيب الدعاء يا الله. اللهم أطل في عمر الثورة يا الله. اللهم واحفظه من كل شر وسوء آمين. اللهم وارزقه البنات والبنين آمين. يا رب كل واحد بده يخلص على الثورة، تخلص عليه يا رب العالمين. آمين يا الله. آمين آمين آمين. وحمدنا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. بعد ما رجعنا لمينا حالنا هون باسطنبول، حبينا انه نقوي رسالة الثورة السورية، نعرف العالم خاصة انه اسطنبول مدينة سياحية يعني فيها كثير ناس. واللي كان صدمة لنا اكثر شيء يعني انه اسطنبول كان في كثير عالم ما بيعرفوا شيء عن الثورة السورية، فحبينا من خلال المسرح العروض الصامتة اللي قدمناها مع الفرقة انه نوسع الرسالة هي ونخلي الناس يشوفوا كل شيء كان يصير بسوريا، إن كان القتل والدمار أو الموت. فرد خطوة جاء الاسم من أنه تكون خطوة لصناعة فن جديد إن شاء الله. قلت له يوسف قلت له أنا الشيء عم تسويه كتير حبيته يعني، وكتير الشيء عم تسويه كتير حلو يعني، أنه إذا في فيني انه انا كمان اشتغل معكم او اكون احد اعضاء الفرقه يعني، فرحب فيني يعني يوسف كثير ويعني فرح يعني، قال لي مو مشكله يعني ما في مشكله، وان شاء الله يعني يا رب نقدم شيء حلو مع بعضنا كلياتنا يعني. هلا طبعا هي الفرقه بالاساس كانت 13 شخص، غادروا منها 8 أشخاص تقريباً، نحن حالياً 4 أشخاص الأساسيين أنا ويوسف كنا وصلاح ومحمود، أما البقية كان يجوا ويروحوا بسبب الظروف الصعبة باسطنبول طبعاً، ظروف المعيشة، فأغلبهم كانوا يضطروا يسافروا لأوروبا. فحالياً نحن 4 أشخاص، من 13 شخص رجعنا للأربع أشخاص. بداية مع بدء رامي بيعود تاريخ بناؤه ل 1200 سنة قبل الميلاد، ولما احتل الرومان دمشق أقاموا فيه معبد للإله جوبيتر وصار منافس للمعبد العبري بالقدس، وبنهاية القرن الرابع الميلادي تم تحويل معبد جوبيتر لكاتدرائية القديس يوحنا، وبتشير الأساطير أنه رأس يوحنا المعمدان دفن فيه. وبعد ما صارت دمشق عاصمة للخلافة الأموية، أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بميناء المسجد بموقع الكاتدرائية البيزنطية، وبعدها صار جامع كبير لصلاة الجماعة لأهل الشام ومعلم ديني مهم لمدينة دمشق. خلونا نشوف معلومات الناس عن جامعنا الأموي بفقرة مري وسألني. شو هو الجامع اللي كان أصله معبد وبعدين تحول لكنيسة وبعدها صار جامع كتير مهم بالوطن العربي؟ آيا صوفيا يمكن. هنا في تركيا؟ لا والله ما أدري، كان السلطان أحمد؟ لا طبعا. هو لحظة، آيا صوفيا؟ ما عرفتش. الجامع ما تغير برا تركيا؟ مسجد؟ الخلافة الأموية؟ والله ما أدري. الأموي وين؟ دمشق. والله ما بعرف يعني بالضبط، بس هو يمكن جامع الأموي. ما يحضرني اسمه والله. كيف كانت الشام وكيف كان الجامع وقت زرته وإمتى أنت زرته؟ زرته آخر مرة من 4 سنوات، الله يرجعنا بس بنخلص من بشار الأسد. جامع فيه تاريخ، فيه أصالة يعني، الكل الناس يعني انترناشونال يعني معروف وهيك يعني، ما بعرف غير هيك. معلومة جديدة وشكرا لك. يعني في فترة معينة سمعت من المؤرخين أو بعض المؤرخين يقول أنه تحول إلى كنيسة ثم عاد إلى جامع. الجامع فعال إلى الآن وفيه دروس وحلقات. طبعا هو من منابر المذهب الشافعي
وفيه تدرس كل مذاهب السوام من رموز المذاهب المذهب الشافعي. شو بتحب تقول لسوريا وللشعب السوري؟ الله يعينهم على اللي هم فيه ويفك أزمتهم قريب إن شاء الله. الله يفرج عليهم على أمة محمد ويخلصهم من الظلم والطغيان. والله يقول الله إن شاء الله يجمع شملهم وتنتهي هذه الأمور وإن شاء الله يرجعوا لبلادهم وينتهي على كل خير إن شاء الله. ربي هني العباد ويصلح القلوب ويصفي الأمة العربية للأفضل إن شاء الله. والله يعني ما عندي رسالة، عندي أمنية أن تتعدل الأوضاع إن شاء الله. الله ينصرهم، بس الله ينصرهم يعني كان من يكون إن شاء الله الطرف اللي هو متأذي أو الطرف المقاتل أو حتى يعني الحكومة. إحنا مسؤولين على ما نقدر نفتي يعني فيها. الله يصبرهم ويعينهم إن شاء الله، وإحنا معاهم إن شاء الله على طول. الله الصبر، كلنا صبرنا حتى عندنا يعني. بالنسبة للسوريين أنا أعتقد أنه ثمن فادح اللي يدفعونه الآن، لكن هذا ثمن ضروري مهم في طريق الحرية. وأعتقد نقطة العودة فاتت، كل هذا سينسى ويصبح ذكريات بمجرد سقوط الأسد. أنا أعتقد أنه الانقسام الحاصل في المشهد السوري هو الذي يمد الأسد بالأكسجين السياسي اللي يبقى من أجله. الاسم يزن، المهنة عاطل عن العمل، ساعة بيلحق السياسة وساعة بيلحق الفن، وين ما بيشوف جمعة بيفوت بدون ما يدق الباب، مثل الغريق بيتعلق بقشة ما بتضيعه بتلاقي قاعد عشي حفة، طالت غربته وصار بده حل، لك هذا لا بيكل ولا بيمل. مرحبا، هي فشة خلق من اسطنبول. هي فشة خلق من اسطنبول، بدنا نحكي فيها على السوريين متواجدين باسطنبول. هون شوف هلا هون في سوريين بيعيشوا بالطريق، عم تلتقى بناس ما صار لك زمان ما شفتهم. طبعا في قصة انه انت بس تشوف حاحد سوري تتمنى انك تمسكه وتعانقه يعني تحكي. انت بعد الغربة وهالقصص فجأة بتلاقي سوريين نطوا هيك عليك، بتلاقي حالك انك انت تصلي ما شفتك بتعانقه، يعني بتحس هيك حياة. قديش هيك بتشتاق للسوريين؟ قديش مي... مرحبا اخوي ملاص. اها سوري. عليك شلونك؟ لا يعني فهي انا مفكركم بس فيسبوك. انتوا هون باسطنبول؟ لا والله جايين زياره يعني. بس خلينا نكمل هلا. نحن التقينا ايه بنكمل ليه ما نكمل؟ طب بس بعد انفك عني. هي شاب سوري التقينا فيه وتشرفنا وكثير انبسطنا انه التقينا فيه. وهي فشة نحن عنا بعض على الفيسبوك. ايه هي فشة خلق من اسطنبول. فشة خلق من اسطنبول. انا بختم بنختمها سوا يعني هلا بيناتنا. فشة خلق من اسطنبول. يلا 1 2 3 فشة خلق من اسطنبول. خلصت. يسلموا. شلونك معلم؟ شلونكم؟ على راسي. شو اخبارك؟ والله انا كثير مسرور يعني. صار لك زمان طالع من سوريا؟ ايه. الله يخليك يا رب. شو عندكم اليوم؟ والله انتوا عم تشتغلوا هون ما؟ مشغولين والله اليوم. بتعرف يعني عندنا مشغولين؟ ايه والله فبدك نعتذر منك يعني. يلا تشرفنا فيك. يلا انا بروح ما بمشي معكم. الله يخليك. انت من طريقك هيك؟ هيك. يلا من هون شرف عمك. انا عم فكر بروب ايه شو بدنا نحكي؟ ايه خلينا بموضوع يا زلمه. شباب ايه انتو ما انا بمثل على فكره. إيه طيب بتمثل ايه بس ايه ايدك يعني مين ما بده يمثل شباب؟ التمثيل مهنه صعبه. انت بتعرف تردد يا
بعرف كيف هيك هيك روح خذ محارم روح يلا روح هلا اطلع. انت بتعرف انه مهنة التمثيل ثاني اصعب مهنة بالعالم؟ طبعا بعد حفر المناجم. ايه بعرف، وانا مستعد لهي الشغلة هلا. بدك تتعب على حالك، بدك تقرا هامبلت. طب يا اخي جربوني. طيب اعطينا يعني شو بدي اجربك مثلا؟ اعطيني نظرة صفراوية. نظرة او شو؟ صفراوية. غيره. هاي انا هاي الشغلات بخاف منها على الفن على فكره. طبعا طبعا هذا الشيء اللي بياثر على وحشاني وهددان الفن، الفنان الغير متمكن ولا المتمكن الغير فنان. انا هدول خلص خلينا بالسيري هلا، ما تحكوا كلمات غريبه. انا بعتقد انه انت لازم تدور على شيء ثاني، والله ييسر لك وتشرفنا فيك. ويلكم الى اللقاء. طيب اوكي دقيقه بس دقيقه رجل هيك هلا لك باي باي. ما بدكم تعملوا لي لا بروفا ولا شيء. استاذ نحن مستعجلين وموعدين عالم وتشرفنا فيك والسوريين لبعض. والله يخليك الله يوفقك ان شاء الله. حسسني بالامان بس قلت لي السوريين لبعض. لا لا الشيات لا يا السوريين لبعض يا جماعه. الشيات تقسيموا مثل يا محمد العربي. معلش امشي امشي مثلك ماشي. ها تعالوا معي تعال بدي محضر لكم نص. ممكن الشاب معنا نشوف شو حيطلع معنا. تفضل. هي يعني لازمتني للشخصية يعني. سامحوني. عاصف يا رياح. عصف يا رياح. فشل خلق من اسطنبول. بس يعني بدنا نقول شيء انه نحن صح اسطنبول ممكن بتلاقي كثير سوريين، بس ممكن السوريين ممكن انك يعني تتمنى تعانقهم. هذا شيء صحي يعني. بتعرف انت يعني بالنهايه السوريين ما لهم كلهم ملائكه يعني. طبعا فشل خلق من اسطنبول والاخطاء ويعني هي فشل خلق عم نحكي فيها انه باسطنبول في سوريين كثير. في شيء ظريف في شيء مو ظريف وهذا طبيعي. بجوز يكونوا مقيدين مثلا ما بعرف يعني. بس هي هيك فشل خلق كثير ظريفه يعني. ان شاء الله تنال مشاهدات يا واحد اثنين ثلاثة. هي فشة خلق باسطنبول. يا يزن لا يوجد دور كبير ودور صغير، يوجد ممثل كبير وممثل صغير. يعني شكسبيري بالأداء، ولكن بالحالة والفكر بدك تكون مثلاً عم تعطي شيء على موليير. ونخلط ألوان الشخصية التي تتمازج بالتماهي المتعارف عليه فنياً درامياً بما قاله ستانستافسكي، كأنك عم تسمع تشايكوفسكي نفسه تماماً. فبدك يعني بدك تشتغل. شفت الباب وراك مثلا، انت عملت هيك هلا متى ما اعطيت ظهرك الباب هذا له معنى استراتيجي كبير. طبعا انه انا مالي سائل على الابواب. تمام. لو حطيت كرسي وراك انا مو سائل على الكراسي. الممثل خزان اذا فلتته بيفلت. لا فلت زياده انت بس. الفن اصعب مهنه ومو لعبه. ما اقتنع، ما فهم، بيدبقك بيلحقك بكرهك عيشتك. هلا الاوقات الصعبه بتولد الفن والمواهب بتتفجر. تشايكوفسكي، موزارت، باخ، بيكاسو، هيتشكوك، كيم كارداشيان، كلهم مروا بظروف صعبة بس بالآخر نجحوا. لا لليأس، ما حدا أحسن منه. عبس عبس عبس. هلأ نعملكم فشة خلق من برج. بس نصور لهم البرج اللي نط منه عباس بن فرناس، برج الجلطة اسمه. وهي فشة خلق. هي فشة خلق من هذا هون زاد حاله عباس بن فرناس اللي تتذكره. هون طار بالأحرى. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. هي فشة خلق عم نصور لكم اسطنبول. هون في عنا كتير سوريين. طبعا هون عم تلتقى بسوريين كتير وكل مرة بتشوف حدا وجه غريب يعني. وين كنا؟ هي اسمها فشة نيع. مرحبا مرحبا مرحبا. Finish him. Come on.
flawless victory. مدينة التلال السبعة ومركز تركيا الثقافي يلي بتقام فيها بشكل مستمر حفلات فنية بالإضافة لعروض الأوبرا والباليه والمسرح والأوركسترا وفرق الجاز والسينما والمعارض الفنية. ومدينة الجراند بازار أكبر أسواق أوروبا. هالمدينة يلي بتقع على بحرين هن البحر الأسود وبحر مرمرة ويلي بتحتوي على مطارين استقبلت فيهم السوريين وكان أعضاء فرقة خطوة منهم. شو الشيء اللي منحته اسطنبول لأعضاء فرقة خطوة وشو كانت مساوئها؟ تعالوا نسأل شباب الفرقة لنعرف عن هالموضوع أكثر بفقرة مرمرة بزمان. بكل صراحة فينا نقول إنه ما عطتني شيء، لأنه اضطريت إني اشتغل بشغل ما اشتغلته أنا أبداً، لأنه أنا كنت بحلب طالب و 12 ساعة طبعاً دوام يومي، فكنا نشتغل كفن بأيام العطل فقط. قدمت لي شغل أكل منامي بس مو أكثر، شوية حرية يعني، جزء صغير من الحرية يعني، بس مو أكثر بالتعبير. اسطنبول قدمت لي كتير شغلات حلوة، قدمت لي الرفقات، قدمت لي إنه الشغل الجدي والظهور بين هون باسطنبول. أخذت مني معظم رفقاتي، أخذت مني حاراتي، أخذت مني، بس الحمد لله ما قدرت تأخذ مني حلمي يعني. بياخذ كل الوقت يعني بالنسبة أني عم بشتغل يعني دوامي الصبح للمساء، يعني مجال الفن أكل مني كتير يعني، ما بحسن أكمل مجال الفني مثل ما بدي براحتي يعني. أخذت مني المستقبل اللي كنا نحلم فيه، الأصدقاء القدامى والأحلام اللي كنت عم ببنيها بسوريا. هلا فيني اقول انه اخذت كثير وعطت كثير، يعني اللي اخذته هي اخذت احلامنا اللي كانت بسوريا، يعني جينا لهون على الغربه، يعني اسطنبول ما امنت الشيء اللي يعني بطمح له اي شاب سوري، وخاصه اللي حابب يشتغل بمجال الفن كان او الكتابه. واللي اعطتنا اياه اعطتنا انه نتعرف على العالم اكثر، نطور حالنا شوي اكثر، بس بنفس الوقت عشنا بظروف صعبه كثير فيها. العمل اللي لقى اكبر صدى هو مسرحيه الكرسي، يلي بنحكي فيه بشكل صامت ومختصر عن سبب الحرب أو القتل بسوريا، ألا وهو سبب كله مشان كرسي شخص معين أو نظام متشبسين بالكراسي. ثاني عرض شغلنا مع الأورينت حكوات الثورة، اشتغلنا 30 حلقة وكان شغل بعتبره كمان كان حلو وأول تجربة لنا تلفزيونية طبعاً. السلام عليكم يا سادة يا كرام، ادعوا له لأسقط النظام. آمين. مني عليكم السلام. وعليكم السلام. بسم الله نبدأ وننهي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل عليه. مسك شهريار الايفون وكبس عزر الاتصال السريع مع صاحبته وقال لها يا شهرزاد انت فين والحب فين؟ بدي اسمع حكايه من البدايه للنهايه.
لك اخي لك ليش انت ما بتفكر بالسفاره؟ لك بركي بتزبط معنا وبلا هالتهريبه من اساسها. لك اني سفاره؟ مضروب عقلك شيء انت؟ لك قدرنا نطلع السفاره وما رحنا؟ لك يا حبيبي ما في كثير عالم طلعوا عن طريق السفارات ومن دون اي مشاكل. بس انا ما عندي باسبور خاصه مدته صلاحيه يوم يعني يضر بحامله ويؤدي الى اعتقالات خطيره ومميته. بس مع هذا كله في سفارات بتطالع لك الباسبور وبيقطعوا لك تيكت الطياره وحبه مسك كمان. انا ما بيعطوني. لك ايام وقفت ابواب السفاره اكثر ما وقف ابواب الفرام بالبلد. صحيح بدي اسالك انت شو طايفتك؟ ليك هلا انا ما بحب احكي بهالموضوع ابدا، بس بحط طمنك وقول لك بانه طائفتي سوريا. والله شعرت لي بدني، رقصت لي جفني، خفقت لي قلبي، عفارم عليك والله. وبعدين مو مهم، يعني اللجوء بيتقدم لظروف انسانيه، يعني دول اللجوء تعبت مؤيدين ومعارضين وفي بيناتهم مجرمين كمان. هلا انت بكره في حال وصلت على بلاد العجم رح تضلك تأشعر وتكتب كلام حساس ولا رح تحط هالعقل بالراس؟ انا قلمي لا يجف بل ساغرق العالم بحبري. دير بالك ما تغرق، ابقى بعدين اكتب اللي بدك اياه. حبيبي انا حاليا عم استطلع الاجواء الثقافيه هون من الشط، وبكره بس لونا خبرنا رح خليها تستطلع لي الاجواء الثقافيه من عندها وتخبرني. لونا الله يسامحها، لك كيف هيك تتركني مع حضرتك وبتروح؟ لك والله على قد ما بتمنى لها الخير على قد ما لي مزعوج منها. لك بس كيف هيك تتركني وبتروح كيف؟ بس برافو عليها، هلا بتكون دبرت حالها وهلا عم تقدم وراءها ووصلت عبر الامان، الله يهنيها. ايه سابها بعدين على كل، بكره بس توصل. انت وصل ابقى حاسب وحسوب قد ما بدك. طيب بدي اسالك انت بكره شو ناوي تعمل بس تتوصل لبلاد الفرنجه؟ انا انا رح كمل دراستي بعدين ببقى بفكر شو بدي اشتغل. لك لا تقل لي دراسه وفراسه، شو رايك تيجي تشاركني؟ ليش شو ناوي تفتح حضرتك؟ يعني مطعم سوري، فول حمص فلافل الذي منه فول. ليش ما عندك علم بانه الفول بيسطي اللعقول والمهجرين ما ناقصهم؟ دخيلك يعني وقفت هجره العقول على الفول؟ لك اهم المثقفين والشعراء والكتاب والاطباء والمهندسين والى اخره كلهم صاروا برات البلد. على الاساس مو من الاساس هن برات البلد ومن يوم يوم طموحهم يطلعوا يسافروا براتها. خلق جفاف على الاخر، جفت ينابيع الثقافه في البلد وتصحرت العقول. لك اخ عليك يا بلد. لك مع انه بيقولوا المثقفين شيتك انه الثورات بتفجر الفن وبتزدهر خلالها. الزمن اول تحول، يعني تعددت مقومات الفن ومقاييس الحرب تتغير. انتوا اساسا ما خرب البلد غير انتوا المثقفين، يعني بتحموا الناس ويا فكيك. يا حبيبي نحن سلاحنا كان القلم الابيض، يعني نحن ضد سفك الدماء يا فهمان. الألم ما بيطعمي خبز رفيقي. أنا بحترم رأيك، بس كمان حط ببالك بأنه الألم رح يذكر التاريخ بمآسينا وكيف جار علينا الزمان والأيام السودة اللي مرت علينا. لك الأسى ما بينتسى لا بألم ولا بعلم، وبكرة الحاضر رح يعلم الغايب. لو تقرأ الكتب القديمة وقتها بتفهم شو عم بحكي أنا. دخلك انت قريان كتاب حياتي عين زي ما في كتاب، الفرح فيه اول سطرين والباقي كله عذاب. فعلا عيش كتير بتقرا كتير. لك الله يهدي البال والاحوال ويفرج احسن شيء، وساعتها عمرين وقلمك ما يجف، والله يلعن ابوي اللي بيزعل. الله يسمع منا. فعلا طالت الغربه وتعالى الانين، ولا زلت اشتاق لك في كل وقت وحين. يا أيتها الحروب توقفي، فلقد جعلت في قلبي وجعا أليم.
الشبيحة ومفردها شبيح، وهو مصطلح عامي في سوريا يطلق على الأفراد الذين يستخدمون العنف والتهديد باستخدام القوة لخدمة شخص نافذ، وذلك لابتزاز وإرهاب الناس. والعمل الذي يقومون به هو التشبيح، وأصل الكلمة عربي فصيح هو الشبح، أي ربط الإنسان بين وتدين لجلده، أي أن الشبيح هو الجلاد الذي يقوم بالعمل الجسدي تنفيذاً لأمر. وفي كل ملهان سوري شبيحة تقوم بفرض النظام بالقوة لطرد من يتجاوز الحدود أو لا يدفع. إيش بدنا بكل هالحكي الفاضي؟ تعالوا معي لنسأل الناس عن معنى هالكلمة وإذا كانوا بيعرفوا الشخص المقصود ولا لا بفقرة باسترنا. أول ما حدا يقول لك كلمة شبيح شو هيك بيخطر في بالك؟ شبيح المرتزقة النظام. شبيح بشكل عام إنه بمعنى إنه إرهابي وحاجة زي كذا. يعني لما بشوف شيب يعني كويس. نوع من المقاتلين يسموهم الشبيحة. صحيح مش حاجة مشتغلش قاعد بلطجي كده زينا كده. حرامي. شبيح يعني زلمة بيكون بلا ضمير. يشبح في شيء يعني يمسك في شيء. هنا في تركيا تقصد؟ والله الله خلق بني آدم بس هو سبحان الله مع الوقت تحول إلى تقريبا قرد. الشبيح شو بدي أعرف عن الشبيح؟ الله يعني لا هو بيقولوا إنه إنسان له كذا تعريف، المشكلة في تعريف ما فينا نذكره للشبيح. صار له 40 سنة راكبنا والله كسر ظهرنا، لك الناس وصلت على القمر ونحن لسه تحت الاجرين. والله معك حق، بس لازم نعمل شيء. تستاهل. يوسف هو ابن عمي، هو اللي يعني عن طريقه حبيت الفن أكتر، كانت كهواية وصارت كممارسة. يعني هو كل خطوة بمشيها أنا بمشي معه بالخطوة. هو شخص طموح يعني بحب يشتغل حاله، بس اللي ما بحبه فيه هي الكسل. يوسف هو أخي وهو كانت الفرقة فكرته، اشتغل بحلب بالمسرح 3 سنين وهو يعني تقريبا المسرح الوحيد بيناتنا اشتغل. عنده يعني عنده هالخبرة إنه مو شيء إنه ميزة، بس بالنسبة لنا إنه خبرة قوية. شاهين هلا أكثر الشغلات اللي بركز عليها هي الكتابة يعني، بس اضطر إنه يدخل مجال التمثيل لأنه كان عنا نقص بالكادر وكان في عنا صعوبة إنه يكون في حدا يقدر يلتزم معنا مثل ما التزم معنا شاهين. كتير يعني إنسان شخص كويس بالنسبة يعني قدم للفرقة كمان ككتابته كأدائه للخطوة كمان. شاهين عنده موهبة الكتابة والشعر وكتب السيناريوهات يعني بشكل عام، يعني كتب أعمال مهمة لأنه شاب يعني شاب طيوب وذكي عم يشتغل على حاله. يعني صلاح هو كمان مصور يعني ومخرج يعني كتير بفيدنا بكتير أعمال. يعني هو كان كمان بالعراق وكمان إجا لعنا بعد ما أسسنا الفرقة. صلاح شخص جاد، بحب إنه يكون قريب لنا أكتر، دائما بحسه جديته زايدة أو متمسك بالجدية يعني زيادة عن اللزوم، بحب إنه يكون قريب بس هو قريب منا بس يمكن هذا طبعه.
وقت كنا بحلب نحن مع بعض، نحن اللي أسسنا الفرقة طبعا وحطينا لها أهدافها ورؤيتها المستقبلية. أما بالنسبة لمحمود فمحمود ممثل بحلب سبق وقلت أنه كان يشتغل معنا من أيام حلب للساعة، فبيعطي هو كتير كمان وعنده يعني كتير شيء جواته لا يعطي. محمود إنسان مخلص وفي. محمود فينا نقول إنه هو روح المرح عنا بالفرقة، يعني بنمزح بنقفل على بعض بروح بنجي. سيوار كرفي تعرفت عليه هون عن طريق أخي يوسف، إنه بيشتغل على حاله وجدي يعني، وكمان نفس الوقت مرح يعني عنده روح المرح وبطفي يعني شيء لطيف على الفرقة. سيوار هو صديقي من المدرسة من حوالي 6 سنين. التقيته باسطنبول بعد غياب سنتين وطرحت عليه موضوع الفرقة فتشجع كثير وحب يساعدنا بأي شكل من الأشكال. شو يا تراجيديا؟ لك عم أسألك عن مشهدي، رديت لي إياه مشهد مضاد. لك أنتوا القدامى دائما هيك، نقدكم اللازع هو اللي وصلنا لهون. لك يا بديع، هذا اسمه ضرورة التحفيز الفني. لك أنت شو فهمك بهالمواضيع؟ تحفيز شو؟ تعا فهمني. ضرورة التحفيز الفني يا بديع، فلهيك ما رح نلتقي وأنا هيك حاسس. لك أنتوا اللي همشتوا النخبة الشابة وضليتوا تقولوا الأولويات للمخضرمين في الساحة. لك أنا كرهت المعهد العالي للفنون المسرحية من بعد تجربتي. تجربتي؟ ضحكت. لك أنا رفضت من أول فحص لي لأني نسيت برضه آذن المعهد. آذن المعهد؟ طبعاً، ما هو من مؤسسي لجنة التحكيم. فلهيك أنا قررت الانشقاق وانضميت للمسرح الحر. وأنا كمان مثلك يعني شايف حال الوطن. لك شكله الاستعصاء الأممي لسه مطول كتير ودقني رح تمشي معي كتير. لسه نازلة بالشفرات. أنت قصدك الاستعصاء النخوي والنخب الأممي. لك جابوا باصات لجنيف بس طلع ما في يا برزي. أتمنى إنه نكمل بفرقتنا خطوة ونوصل لأعلى المراتب اللي يعني طبعاً نحن بنطمح لها، نقدم أعمال تشوفها كل الناس ونعرف ب يعني بكل مكان. إن شاء الله نكون نحن كفرقة مستقلة طبعاً، نكون شاركنا بصناعة فن جديد يلي هو الفن يلي بيمثل أصحابه. تعرف يا صديقي نحن شو ناقصنا؟ شو ناقصنا يا حبيبي؟ نحن ناقصنا شوية روح رياضية. لك عم تحكي لي عن فعل ماضي ناقص وضمير الأنا. هلا بصراحة أنا بحكم خبرتي الشخصية شفت كيف أبو النوس؟ أنا وضيف عليها جملة عرب عرب يلي ما فادتنا غير بالدبكة. أصلا من وراء هالجملة حطونا بكتاب جينيس. ومسرح الغرفة كمان دخل بكتاب جينيس. لا يا حبيبي، مسرح الغرفة ما دخل بكتاب جينيس. مسرح الغرفة بعد آخر عرض عملوه طلعوا منه الناس وانتشروا بالساحات، صاروا يصيحوا الله أكبر، فصنفوه على أنه مسرح سلفي. وزارة الثقافة اتهمته بقضايا فساد فن. من هيك صار تظاهرة شعبية لأنه كل شيء ممنوع مرغوب. طب أبو النوس، إذا مو مسرح الغرفة شو هو اللي راح يدخل بكتاب جينيس؟ ثورتنا. أخ ضهري. لأنه أكتر قضية تعلقت وراءها عطا ولاد العالم الثالث والناقص. لك يا زلمة، كل ثورات العالم نشفت وانكوت إلا ثورتنا الساعة متنقت ما عاد تنشف. تذكر الأغنية اللي بتقول ثورتنا سنين وصر لها ونحنا لسه بمحلنا ما في حدا ينصفنا وتشردنا. حلقتنا اليوم من مرمر زماني وصلت لنهايتها. انطروني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد وأبطال جداد ببلد الاضطراب.
انتي يا شامشي اللي شغل صلب عنك احكي حيطانة العتيقة محصور عليها اسمي اما الفنون والادب والشعر هون عنك تاب تاريخ بيحكي عن امجادي اللي بتبقى سكرة بالماضي زارعنا بسرت مع حبيبي ارضى برك اليوم عنا بترضى مرمر زماني يا زماني مرمر شوهوا معاني الفرحة بس املنا عم يكبر بالريشة والمايك والضحكة الحلوة البريئة بايدينا سوا بتعمل